spending moment diagram زي ما خدنا في البي، بنقطع sections عند أماكن معينة. الأماكن دي هي اللي بتحدد ال discontinuities. يعني ايه discontinuity؟ يعني الأماكن اللي بيحصل فيها تغير لل function، يعني قبليها بيبقى function بعديها بتبقى function تاني. فنراجع مع بعض، كنا بنقول عند ال supports أنا بقطع باخد section، بداية ونهاية ال distributed loads أنا بقطع، لو عندي concentrated moment. طب هل انا عندي هنا concentrated moment؟ اه عندي concentrated moment بتعبر عنها او بتعبر عن الكانتليفر اللي موجود ده. لو شلت الكانتليفر فكأن في concentrated moment عند البوينت دي. لو دي بتلخبط فممكن نقول ان عند التغير اللي هنا، لان بقى هنا عندي بدل member واحد بقى عندي 3 members في البوينت دي، ففي تغير فلازم اقطع قبليها ولازم اقطع بعد البوينت. نفس فكرة ال concentrated. نبدأ منين؟ الأسهل، الأسهل إن أنا أبدأ برضو بالكنتليفر. فلما هبدأ بالكنتليفر هاخد سيكشن في بدايته واشتغل على توتال اللودز الليفت هاند سايد، هلاقيها بصفر، يبقى البوينت الأولانية هنا بزيرو. ده ديستريبيوتد لود ومعنديش أي كونسنتريتد لود غيره، فأنا من حقي إن أنا أقطع في نهاية الديستريبيوتد لود وبعد كده أرسم البارابولا بتاعتي. هقطع عند نهاية ال distributed load. ممكن تشتغل total left load أو total left hand side، فهتلاقي إن اللودز هتتحسب بس صعبة تاخد وقت، فالأسهل إن أنا أحسب من ال right hand side. طب أحسب إزاي من ال left hand side؟ أحسب إزاي؟ هلاقي إن 2 tons مضروبة في 1، فده معناه 2 tons مضروبة في 1 وبتلف كده، فدي السهم بتاعي هيبقى لفوق. فهاجي هنا عند البوينت دي واطلع التو تونز بتاعتي، وبعد ما ارسم عارفين ان العلاقة بتاعتي هنا second degree parabola بالنسبة لل distributed load، فمنساش ارسم الديتم بتاعي. ومن الديتم هنزل WL square over 8 مرة، وانزل WL square over 8 مرة تانية، واوصل ببداية واوصل بنهاية concentrated load، وبعد كده ارسم التانجنت بتاعي parallel، تالت parallel للديتا. طب قيمة ال WL square over 8 اللي هنا ال W عندي كانت بواحد وال L كانت باتنين، ف W square over 8 هتديني 0.5. طيب ودي كانت اصلا واحد، فالمسافة دي هتبقى 0.5. وبعد كده ارسم الفانكشن بتاعتي بالمنظر ده، تبقى حتة دي كده هي W L square over 8 اللي بتساوي 0.5، وهنا دي بتساوي 2 ونهاتش الممبر كده، تبقى نيجاتيف مرسومة فوق والنيجاتيف في البندنج مومنت دايجرام عكس. نكمل، تعالوا نبدأ بقى من الممبر ده. نبدأ من عند السبورت. زي ما احنا عارفين السبورت بيبقى البند سبورت او الرولر سبورت عنده المومنت بزيرو الا لو في كونسنتريتد مومنت، فهنا ما عنديش كونسنتريتد مومنت فتبقى المومنت هنا بزيرو. ده distributed load، يبقى هقطع عند اخر ال distributed load. برضو لما اقطع عند اخر ال distributed load ممكن احسب ال total loads اللي فوق دي او احسب ال total loads اللي تحت. فايه الاسهل؟ الاسهل طبعا ان انا احسب اللي تحت. لو جينا نشوف ال loads اللي عندي تحت هلاقيها 2 طن مضروبة في 2 tons مضروبة في 2 meters وبتلف كده، فهلاقي ان انا عندي moment عبارة عن 2 by 2 اللي هي 4 طن متر، وبتلف المنظر ده نتيجة الديستريبيوت لود، وعندي 2 تونز مضروبة في 4 فعندي 8 طن متر بتلف العكس. يبقى توتال المومنتس اللي سببتها الفورسز دي هي عبارة عن 4 تونز وبتلف في الاتجاه ده. يبقى لما هاجي ارسم عند دي لسه هطلع من هنا
4 تونز. وزي المرة اللي فاتت هنوصل بداية والنهاية كده. أنا رسمت الديتم بتاعي، ومن الديتم شوف من الديتم اللي احنا علقناه المفروض ان انا هنزل w square over 8. يبقى انا كده هنزل w ال square over 8 وهنزل تاني، وهنزل تاني w ال square over 8. طب هنا قيمة ال w ال square over 8 كام؟ عندي هنا 2 في 4 square over 8، الكلام ده بيساوي 4. وهنا احنا كنا حطينا القيمة بتاعتنا هنا 4 تون متر، هنا 2 تون متر، فدي هتبقى 2. وهنزل من هنا دبليو ال سكوير اوفر 8، فقيمة ال دبليو ال سكوير اوفر 8 هنا اللي عندنا ال دبليو بتاعتنا 0.5، وال ال هي 4 سكوير اوفر 8 فلاقيها 1، ودي كده 2، فيبقى البوينت اللي هنا بتساوي 3. نكمل الرسم بتاعنا. بوصل ببداية ونهاية ال distributed load، وبرسم tangent بتاعي التالت parallel للداتا، وبعد كده بوصل برسم ال function بتاعتي. نيجي بقى عند البوينت دي او عند الاليمنت ده، خلي بالك ان بوينت 3 دي طريقة حلها بتبقى ازاي. خدها كده وارسمها على جنب، هلاقي ان اي حاجة عاملة بالمنظر ده كده. تعال ندرس الايكوليبريم بتاع البوينت دي. خلي بالك ان سميشن المومنت حوالين البوينت دي لازم يكون بيساوي زيرو. طب احنا حسبنا ايه من البوينت دي؟ حسبنا اللود اللي جاي من الكانتليفر، وحسبنا اللود اللي جاي من المومنت. ازاي اللود اللي جاي من الكانتليفر؟ احنا بنرسم عند ديل السهم، فده لما رسمنا فوق ده معناه ان كان ديل السهم بتاعك فوق، فمعناه ان اللود كان جاي بالمنظر ده كده، وقيمته بتساوي 2 طن. طيب ده بالنسبة لو انا قطعت سيكشن ودرست كانتليفر. طب لو انا قطعت سيكشن ودرست الممبر ده، فكأن اللود اللي عندي من هنا هو 4 تونز، 4 تونز، وبيلف بالمنظر ده لأن برسم عند ديل السهم. فمحتاج هنا فورس قد ايه واتجاهها ازاي عشان يحصل ايكوليبريم؟ محتاج فورس تكون بتلف مع الاتنين وقيمتها 2 عشان يبقى 2 بلس 2 ماينس 4 السمشن بتاعهم بيساوي 0. شفت ديل السهم بتاع البوينت دي فين؟ يبقى عند الاتنين دي، انا عند النقطة دي بي، انا محتاج ارسم ناحية ديل السهم مومنت وقيمته 2. كده انا شغال على الالمنت ده، انا كده عرفت ان هنا محتاج 2 تونز. وبقطع في بداية ونهاية الديستريبيوتد لود، فده معناه ان انا عندي هنا هوصل المنظر ده كده، ومن النص هنزل دبليو ال سكوير على 8 ودبليو ال سكوير على 8 تاني، فلاقي ان هنا دبليو ال سكوير اوفر 8 بتاعتي هتكون بتساوي كام. خلي بالك ان الدبليو ال الدبليو اللي انت هتحسبها دلوقتي هي الدبليو اللي W ال perpendicular دي، W اللي هي قيمتها المكافأة هي 4. طب نعرفها ازاي؟ الواحد طن لو عملتها في كوزاين ثيتا، فألاقي ان ال W عندي هنا ال W inclined بتساوي 1 كوزاين ثيتا، فهلاقيها بتساوي 4 over 5، فيبقى 4 over 5 في L square اللي هي 5 square over 8، فيطلع القيمة دي هي 2.5 tonometers.
طيب هنا كانت 2، يبقى هنا عندي 1، يبقى الماكسيمم عندي هيطلع عند 3 point. ماكسيمم اللود اللي عندي هيطلع 3.5. بكمل، محتاج ارسم اوصل بالبداية واوصل بالنهاية وارسم التانجنت البارلل، وبعد كده ارسم فانكشن بتاعتي. يبقى انا كده